في حاجه يا شريف؟ والله ده السؤال اللي انا جاي اساله لك. بجد؟ هو لحق يشتكي لك؟ هو ما اشتكاليش. انا شفته خارج من باب البيت وقالب وشه مش عايز يتكلم، ده انا سحبت منه الكلام بالعافيه. كويس، يبقى بدا يعقل. او يتجنن يا مليكه، زي ما انت عايزه تجننينا كلنا. مش احتمال اكون عايزه اعقلكم. خلي بالك، اصل العقل والجنان ده وجهات نظر. برضه مش كلامك ومش طريقة تفكيرك. جايز جايز أكون اتلخبطت يوم الحادثة بينك وبين آية، بس أنت مش محتاجة إنك كل يوم تثبتي لي إنك هي. وأثبت لك أنت ليه؟ صدقني أنا لو عايزة أثبت لحد فأنا عايزة أثبت لنفسي الأول. بس أنا عارفة إن اللي أنت فيه طبعًا حاجة مزعجة جدًا. إزاي مليكة تقول لك لأ على حاجة؟ لأ وكمان مش عاجبها أسلوب حياتك؟ حياتي واسلوبي مالكيش دعوه بيهم خالص، وما تتدخلش فيهم يا مليكة. وانا كمان اسلوب حياتي ما يخصكش وما تتدخلش فيه يا شريف. انت ما بقاش في حاجه عاجباكي؟ لا احنا ولا حياتنا؟ لكن ده مش كلام مليكة. انت بتكرري الكلام زي البغبغان، كلام حد تاني. حد تاني زي مين؟ آية مثلا؟ لا، آية كانت بتيجي لحد عندي وتقف وما تفتحش بقها. ساعات كتيرة قوي انت اللي كنت بتيجي لحد عندها وتقف وما تفتحش بقك. يعني هو بجد لحق يشتكي لك؟ لا هو ما اشتكاليش يا ايه على فكرة. انا اللي سمعتك وسمعتك وانتي بتهنيه. يا حبيبتي انت عايزة تعملي حوار وخلاص، الكلام كان كله عادي، انا ولا غلطت فيه ولا اهنته. عاجبك كده يا شريف؟ في ايه يا مليكة؟ في ايه مالك؟ مكبرة الموضوع كده ليه؟ عادي يعني دخلت عليها لقيتها ماسكة له يعني مطوة؟ يا سلام، وهي الاهانه بالنسبه لكم يعني انها تبقى ماسكه له مطوه؟ يا ابني ده بني ادم وهي جرحته جدا وتدخلت في خصوصياته، وبعدين ده ضيف عندنا. معقوله معقوله انت عملت كل ده؟ يا ابني خالص، هو انا علشان بطمن عليهم هما الاثنين يبقى كده بتدخل في خصوصياته يعني؟ لا بصراحه لا. ايه مالك مبطلي افوره؟ اهدي شويه. اه طبعا، هو انت من امتى اصلا بتدافع عني؟ ما انت دايما بتدافع عنها. في الحالتين ايه ما ماتتش يا مليك؟ يعني ايه؟ يعني هي عايشة جواكي، في دماغك، تتكلمي بطريقتها، متقمصة شخصيتها، عشان انت اللي عايشة وهي اللي ماتت. دكتور سعيد هو اللي قال لي كده. ايوه، بس الدكتور سعيد قال حاجات كتيرة قوي، منها ان احنا سهل قوي نتأكد. يا ستي انا مستعد انزل اروح اعمل معاكي تحليل الدي ان ايه، بس اقنعي بابا. بس عشان اقنع بابا؟ انت من جواك مش عايز تتأكد يا شريف؟ يا ستي انا عايز اتأكد، بس انا مش عايز ادخل معاه في مشكلة على الفاضي. على الفاضي؟ للدرجة دي انت شايف الموضوع تافه؟ مليك انا مش فاهم انت ازاي مش عارفه عواقب انك ممكن تطلعي اصلا مش مليك. انتوا اللي مش عارفين عواقب اللي بتعملوه، مش عارفين تحطوا نفسكم مكاني، وانا مش عارفه احط نفسي مكانكم. بس انت هتدمري حياتك كلها. لا لو الموضوع كده بقى يبقى كل واحد يركز في حياته زي ما قلت لك، ولو على لؤي عادي شوف له عروسه تانيه زي ما شفت لاختك.